السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هيبدأ إن شاء الله التسجيل في جامعة القصيم. هنستعرض الجدول الزمني لإجراءات القبول وشروط القبول وغيرها من الأشياء الخاصة بجامعة القصيم. بالنسبة للجدول الزمني لإجراءات القبول، الثلاثاء 10/1/1446 الموافق 16/7/2024 الساعة 10 صباحا بيبدأ إتاحة التقديم الإلكتروني للالتحاق بالجامعة طلاب فقط اليوم الساعة 10. الأربعاء 11/1/1446 الموافق 17/7/2024 الساعة 10 صباحا إتاحة التقديم الإلكتروني للالتحاق بالجامعة طالبات فقط. الخميس 12/1/1446 الموافق 18/7/2024 الساعة 10 صباحا إتاحة التقديم الإلكتروني للالتحاق بالجامعة طلاب وطالبات. الاثنين 16/1/1446 الموافق 22/7/2024 10 صباحا إغلاق بوابة التقديم. الاثنين 23/1/1446 الموافق 29/7/2024 إعلان نتائج القبول الأولية وفتح استمارة الترشيح. بالنسبة لشروط القبول في جامعة القصيم، أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها في المدارس المعتمدة في بلد الدراسة. أن تكون سنة التخرج من الثانوية لعام 1440 وما بعدها. ألا يتجاوز سن المتقدم 25 عاما. يشترط لمن يعمل في أي جهة حكومية موافقة جهة عمله الحصول على نتيجة اختبار القدرات العامة قياس تناسب المسار أو نوع الثانوية للطلاب والطالبات، والاختبار التحصيلي جميع الطالبات في جميع التخصصات والطلاب في التخصصات العلمية. أن يجتاز الطالب أو الطالبة أي اختبار أو مقابلة شخصية تضعها الكلية المختصة بما في ذلك اختبار مركز قياس. ألا يكون الطالب مسجلا في الجامعة أو غيرها. بالنسبة لآلية القبول، يتم القبول على الفصلين الأول والثاني بطريقة تنافسية خلال فترة واحدة فقط. يتم فرز المتقدمين وفق معايير القبول التالية: المعيار الأول النسبة الموزونة 30% ثانوية عامة، 30% قدرات عامة، 40% تحصيلي. ده جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بالجامعة، الطلاب المتقدمون في التخصصات الصحية والعلمية. المعيار الثاني النسبة المكافئة 50% سنوية 50 قدرات، ده الطلاب المتقدمون على التخصصات النظرية. طبعا التقديم بيكون إلكتروني عن طريق موقع الجامعة فقط، وليس لأسبقية التقديم أي تأثير في أولوية القبول في الجامعة. يشترط في القبول في تخصص علوم الحركة والنشاط البدني اجتياز اختبار اللياقة البدنية. يشترط للقبول في كلية الشريعة اجتياز اختبار كفايات القرآن الكريم وفق ما تقره الكلية. يشترط للقبول في التخصصات الصحية والهندسية والحاسب الآلي استيفاء استمارة الكفاءة الصحية للطالب. يشترط للقبول في كلية العمارة والتخطيط اجتياز الاختبار المعد لذلك من قبل الكلية. يشترط لاستكمال دراسة الطالب والطالبة في تخصصي الاقتصاد والإدارة واللغة الإنجليزية اجتياز الفصل التحضيري أو الدورة المكثفة، وعند عدم اجتياز الطالب يعتبر متعثرا ويعالج بتحويل لتخصص آخر وفق آلية معالجة المتعثرين. تجرى المفاضلة في القبول بناء على ترتيب رغبات الطالب المدخلة والنسبة الموزونة أو المكافئة، فتقبل النسبة الأعلى فالأدنى إلى أن تشغل المقاعد المتاحة، علما أنه ليس لأسبقية التقديم أي دور في المفاضلة. يكون احتساب النسبة المركبة وفق التالي: النسبة الموزونة 30% ثانوية عامة، 30% قدرات، 40% تحصيل. النسبة المكافئة 50 ثانوية 50 قدرات. طبعا عند التقديم في البوابة يلزم إدخال رقم جوال فعال خاص بالطالب، لأن هتصل عليه رسالة تفعيل يجب إدخالها لإكمال عملية التقديم. يجب تعبئة البيانات بالمعلومات الصحيحة، ويمكن المتابعة من خلال الموقع دخول من خلال السجل المدني والرقم السري الذي تم وضعه أثناء عملية التقديم. يجب ترتيب التخصصات التي يرغب الطالب فيها الالتحاق بها بدقة وعناية، وتحمل الطالب مسؤولية
ترتيب الرغبات المدخلة، حيث لن يتاح التعديل بعد إقفال بوابة التقديم. ودي أهم التخصصات المطلوبة: كلية الشريعة والتخصصات الخاصة بها، كلية اللغات والعلوم الإنسانية، كلية الزراعة والأغذية، كلية العلوم، طب البيطري، العمل والاقتصاد، الفنون، كلية المسار الصحي، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية التربية، المسار الصحي طب الأسنان، مسار صحي طب بشري، مسار صحي تمريض، وغيرها من التخصصات.